رح نحكي مع ضيوفنا هلأ عن مبادرة بعنوان علموني، مين بده يعلم مين؟ أكيد أصحاب الفكرة رح بيخبرونا أكثر. بدي رحب بكريم البني وبمحمد عزام. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أنتوا اثنيناتكم كمبيوتر انجينير انجينيرز، ورح نحكي عن هالفكرة يلي بلشت من فترة لحتى الناس تقدر تتعلم وتساعد بعضها. تتعلم وتساعد بعضها. خبرني من الأول، ليش حتى وصلنا لهون؟ نحن وصلنا لهون من خلال هالت برايز. مثل ما حكينا نحن اربع اشخاص من الايو صيدا، ساعدنا رفيقنا يلي هو محمد البطار، كان كامبس دايركتور بالهالت برايز، فشجعنا لنفوت بهالت. وكانت كان نحن هدفنا الاساسي انه نوصل للمليون دولار يلي هي هدف الهالت الاساس. هي عباره عن تمويل لمشروع، بس هذا المشروع بده يشغل 10,000 شخص. فنحن حبينا نجمع بين التعليم يلي هو شيء مستدام وبين الناس اللي عم تتعلم. يعني هلا الدول كلها عم ببطل فيها جهل وهالاشياء، فكرمال هيك حبينا نفوت بشيء مستدام يلي هو التعليم. فاذا هيدا امتين صارت؟ صارت بشهر 12 بلشنا فيها وبعدنا مكفيين لهلا. هلا يعني بعد الفكره جديده؟ بعد الفكره جديده مزبوط. شو المراحل يلي بتمر يلي مرقتوا فيها؟ يعني بدي اعرف انتم شو صار على الارض لوصلنا اليوم عم نحكي عن هيدا المشروع. اوكي، نحن يعني بلشنا، يعني اول ما بلشنا كانت اجتماعات وهيك لفريقنا. رجعنا نفسنا على صعيد الال اي يو 25 فريق من الناين كامبسز، ومن بعدها فتنا يعني بعد ما نحن ظهرنا ثالث فريق على الال اي يو مركز ثالث، فقمنا وصلنا لهذه المرحله انه نحن بعد ما ظهرنا من المسابقه حبينا نحن نكفي عشان هذا مشروعنا وبدنا نكفي فيه. طيب بدي انا تفاصيل المشروع، علموني. أوكي. مين عم بيعلم مين؟ الفكره انه بفوت استاذ او طالب بيعمل اكونت، يا بين يكون ستودنت او تيتشر، فبيفوت التيتشر بيفتح فيديو تشات مع الستودنت. هلا هيدي الفكره الرئيسيه اللي احنا عملناها، بس لسه ما وصلناش لهالفكره، يعني بعد عم نشتغل على الموضوع ان شاء الله قريبا. أوكي. حتشوفوها. اوكي، هلا انطلق الموقع ككويشن اند انسر ويب سايت، بيفوت طالب يسال سؤال ويفوت حدا بيرد على السؤال هيدا. سؤال خاص بالعلم، وهلا عم نشتغل على بحي الله موضوع خاص علم، يعني او شيء معين او كل الميجر يكون. ما بعرف انا علوم، بيقدر يكون اي موضوع له علاقه بالدراسه ولاي ليفل، يعني ممكن يكون بمدرسه بجامعه بحيالله ليفل. اوكي، فهلا احنا عم نصير كمان بعدين نصير نعطي كورسز برمجه، لغات، كالكوليس، اي ماده، وعم نصير على الموضوع ان شاء الله قريبا كمان حتشوفوه. طيب لحد هلا وين صرنا بالمشروع؟ مين اللي بلش؟ صار عنا اعداد، صار عنا ارقام تبلش حتى يعني الناس بلشت شوي تختبر هالتجربه هاي؟ عم نلاقي عدد جديد على الطلاب اللي عم يفوتوا يسالوا اسئله. في تفاعل على الفيسبوك، على انستغرام. الشاب اللي مستلم هلا الويب سايت عم يشتغل عليه تقنيا هو احمد عنطر. اوكي، فكل فتره وفتره بيعطينا ريبورت، عم يزيد عدد يقل العدد، قد ايه في عالم يوزر جداد، اللي فاتوا من قبل عم يرجع يفوتوا من تاني وجديد. فعم نتابع حسب اذا عم بيلاقوا يعني حدا كمان يرد على اسئلتهم. 100%. اوكي، هي هذه النقطه يمكن المهمه، انه اليوم يكون في حدا عم بيرد على الاسئله، وهون النقطه الاساسيه انه يكون في فريق يقدر يكون متمكن. صح مزبوط. هلا نحن مبدئيا نحن عم نرد على الاسئله، بس ما بننسى انه هيدا الويب سايت هو اوبن سورس، في حيالله حدا يفوت على الويب سايت ويجاوب او يسال. فلبعدين اللي حيصير اكيد في تفاعل اكثر، ناس اكثر حتصير تجاوب، وكمان مثل ما قلنا انه هيدا حيختص بكل المواد، فيعني ما حدا بيعرف بكل المواد، فكرمال هيك في كثير ناس حتصير تفوت تسال وتجاوب. ايه، ممكن اي حدا يجاوبها. مزبوط، ممكن اي حدا يجاوبها، ممكن اي حدا يجاوبها. يعني الحديث موجه للناس اللي حابه تتعلم وتفيد وتستفيد بنفس الوقت. مزبوط، وهذا اكيد بهم طلاب المدارس وطلاب الجامعات اكثر شيء. اوكي، هلا نحن وصلنا لمرحله، شو ناطرين؟ ناطرين اكثر تمويل؟ ناطرين اكثر تمويل حتى نوصل للفكره الاساسيه. يعني اكيد الباك اند، يعني عم نحكي كبروجرامينج، الباك اند بده مصاري. فهذا الشيء كمان صعب شوي نقدر نوصل له، خاصه انه نحن شباب وهيدي الفكره اللي نحن مقصرين شوي عليها. طيب عم بتجربوا تجيبوا حدا يمول؟ مزبوط. هلا نحن عم نقدم، عم نفتح كامبين بزومال
اذا بتعرفي شوي عن زمل، وناطرين شو تمويل من قد ايش بحاجه ل فعليا نحن بحاجه تقريبا ل 10000 دولار ليمشي المشروع 100% من ناحيه باك اند وفرونت اند وسيرفر وكل شيء. وكل شيء. وشو راح بيصير متوقعين انه اذا حطيته وفتحته هالحمله للتمويل قديش معقوله تاخذ وقت؟ قديش فيكم تنطروا؟ ما في، حاطين شي 4 أشهر ننطر وحسب العالم اللي بتفوت وبتمول. اوكي. والتارجت كنت عم تقلي انه لازم يكون في شغل مزبط. يعني يتامن وظائف ل 10000 شخص. مثل ما حكينا انه نحن هذا الويب سايت على حوالين العالم، فكمان ممكن يتعدى ال 10000 شخص. ويب سايت عم نحكي، نحن عم نحكي تعليم، اساتذه حيفوتوا يعلموا، ممكن طلاب يفوتوا يعلموا اذا عندهم سكيلز او كواليفيكيشنز معينه. طيب مزبوط. اوكي، نحن هون بس عم نحكي عن التعليم، وين الوظائف؟ كيف بدهم يروحوا وبعدين على مرحله الوظائف الثانيه؟ هون لما يفوت الطالب يفتح فيديو شات مع استاذ اكيد رح تكون ببلاش، حيكون في نسبه للربح للاستاذ، نسبه للربح لعلموني. فهيك أوكي. بيكون الاستاذ عم يربح، ممكن هالاستاذ من بيته يفتح، ممكن يكون قاعد بشغله بمكتب يفتح، فبيحط انه هو الوقت من هالوقت يعني هالوقت. خلينا نكون حتى نوضحها اكثر، يلي رح يستفيد هو الشخص يلي عم بيعطي الاجابات. صحيح. صح؟ نحن عندنا الاجابات هول، موقع الاسئله والاجوبه هلا مبدئيا مجاني. أي. لبعدين رح يصير في فيديو كولز، مثل يعني الفكره كانه عم تجيب استاذ خصوصي، بس ما بدل ما يجي لعندك على البيت عم بعلمك اونلاين. بتقدر تاخده اونلاين. والشخص يلي يعني هيدا اللي عم بوضحها انا الفكره، الشخص يلي عم بيعطي الاجابات هو الشخص يلي رح يقدر يستفيد ماديا من هيدا، يعني عم نأمن له فرصه عمل بهالمنطق هيدا، وبيكون التلميذ قدر انه ياخذ الجواب يلي هو ناطره. فاذا هون اصحاب الاختصاص كمان معنيين، وممكن شخص عنده إجابة على أي سؤال تاني، ما ضروري يكون كمان اختصاص يقدر إنه يعطي هالإجابات. يعني ممكن أي حدا عنده هي هيدي المعرفة رح يقدر يجاوب على السؤال. فإذا نحن فينا أكثر من 10000. مظبوط. هذا اللي عم مفتوحة للجميع. بس هي كانت فكرة هالت الأساسية إنه يوظف 10000 شخص. إنه نقدر عندك شيء بدك تزيده. ممكن يكون واحد بلبنان يعمل كول لمصر، يعمل كول للأردن، حتى خارج العالم العربي. لأي حدا رح ترجعوا تقدروا تفتحوها على المنطقة كلها، ونحط انه يعني اصحاب الاختصاص بيقدروا يكونوا موجودين ويعطوا في نسبة اكيد بتتحدد حسب الموضوع حسب السؤال. صحيح. كله هذا يعني حتكون مدروسة الفكرة. مزبوط. بالنسبة للسؤال مثل ما حكينا حتكون مجاني، اذا بده يسأل سؤال وياخذ جواب. أوكي. بس اذا بده يكون عنده تعليم خصوصي فحيدفع نسبة معينة. وبحل نحن كمان عندنا يتوقف على الموضوع او على الوقت او على كيف يعني اكيد حيكون على الساعة مثلا. او ممكن يكون عنده خدمة كسؤال، ممكن يتسجل ككورس كامل. هذا اللي بدنا نحكي فيه، انه عندنا كمان كورسات مسجلة مسبقا وهول حينعرضوا على الموقع كمان بنسبة دفع قليلة. انتم مين اللي دعمكم هلا بالمشروع حاليا؟ هلا بعد ما في عندنا حدا عم يدعمنا، نحن عم نشتغل من لحالنا. بس بالنسبة لهالت ممكن نرجع نفوت في عندنا راوند ثانية اللي هي وايت كارد، وممكن نرجع نشارك بهالت بس بنصير متأهل على نيويورك دوري. اوكي، وهيدي شو بتفيدكم؟ تدعمكم يعني بتدعم المشروع اكثر؟ هي النتيجه يعني المرحله النهائيه لتعيد هالت هي مليون دولار. دور متاهل لهنيك. عظيم. هيدي كم شخص بيقدموا عليها او كم فريق بالاحرى بيتقدم؟ هلا هي مسابقه عالميه فمش محصوره برقم او فريق، يعني كم جامعه بالعالم حيتقدم يعني او كم شخص كمان. كمان وفكرتكم يعني بهالوقت عم بتشوفوا شو الافكار الثانيه؟ مزبوط. عم نفتش على الافكار الثانيه، يعني بالنهايه كل واحد عنده كومبيتيتورز ونحن لازم نشوف الكومبيتيتورز الثانيه لحتى نكون احسن منهم. اكيد فعليا هذا اللي رح بيصير. انا بدي اقول لكم موفقين. طبعا نحن فينا الكل يقدروا يفوتوا على هالموقع، وبمجرد يعني انه صار في تفعيل ببلش الدعم لكم لحتى تقدروا توصلوا لاول مرحله، واللي كمان حابب يساعدكم ماديا مثل ما قلنا الكامبين بلشت بدها تبلش قريبا ان شاء الله. بدها تبلش قريبا، تعلموا عنا وهيك بيقدروا اكثر يساعدوكم للمرحله الاولى. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. موفقين. بختام هاللقاء مشاهدينا بننتقل لحتى نكون بجوله على صالات السينما، نعرف هالاسبوع شو في افلام جديده. ديفيد دان The only person to survive that train wreck all those years ago. What do you do? I'm in security. You think you have superpowers? It's a feeling. Vision.
I have to touch them. You believe you are a protector. My name is Patricia. I have no question. There are 24 identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, señora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast is coming any minute now for you guys. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الساينس فيكشن Glass من مخرج The Sixth Sense و Unbreakable. فيلم بيحكي عن حارس بيستعمل قدراته الغير طبيعية لملاحقة رجل مختل عقلياً وعنده 24 شخصية مختلفة مع بروس ويلس، جيمس ماكافوي، ساميول إل جاكسون وسارة بولسون. الكتابة والإخراج لأم نايت شاملان. He was rich as Jay-Z? No, richer. Which car is yours? All of these to the right. Oh, my God. They're not practical. Exactly. You can have any girl you want. What about this lady with all the Botox? They'll be perfect for each other. You can't move your body. She can't move her face. وفيلم الكوميدي The Upside عن علاقة بين رجل غني ومشلول كلياً وبين رجل عاطل عن العمل وعنده سجل إجرامي بالوقت اللي بيتم استخدامه لمساعدة هالرجل المشلول. الفيلم بيطرح القضية بنظرة كوميدية مع كيفن هارت، نيكول كيدمان وبراين كرانستون. Very few unaccompanied ladies travel beyond no more. Then they are missing some rare beauty. You're not a soldier's wife. No, I'm a painter. A painter? Yes. And darling, I don't mean to be presumptuous, but you do have that certain look. What look is that? Look at someone filled with good intentions. Western Missouri can be lethal. She came all the way from New York to paint Indians. I'm going to paint the great Sioux Chief Sitting Bull. Is that a fact? وفيلم البيوغرافي Woman Walks Ahead عن كاثرين ويلدن رسامة ببروكلين بفترة 1890 بتسافر على داكوتا لترسم بورتريه هونيك وبتعلق بصراع شعب للحصول على حقوق أرضهم مع جيسيكا تشاستين، لويسا كروس وسام روكويل. Build Master Cross off. This is what the general wanted all along. And deep down, that's what the bull wants too. Now terrible things have happened here in the past. I'm just here to paint a painting. ومن بعد هالجولة على صالات السينما فورا رح نترافق مع الشيف حسين مزيد من التفاصيل والتحضيرات ضمن ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بأول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا الريزوتو، حطينا توم على النار مع الزبدة قليناهن، رجعنا ضفنا الدجاج، ضفنا الفطر، ضفنا الرز، رز الريزوتو الخاص، وأيضا حطينا مرقة الدجاج مع ملح وفلفل أبيض بالإضافة للكريمة وجبنة بارميزان. هيدا كان بالنسبة لأول طبق، الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم، لكن صار جاهز عنا. خلينا نشوف الريزوتو أنا وياكم. لكن هيدا عندي بالطنجرة الريزوتو صار جاهز مع الدجاج والفطر والكريمة وأيضا الجبنة. رح ننتقل لطبق الثاني لحلقتنا لليوم. في عندي الشوربة، طبعا الشوربة على الطريقة التركية أو شوربة بالعدس والنعنع على الطريقة التركية. رح حط أول شيء عندي زيت زيتون بالطنجرة، رح آخذ من البصل جوانح، رح أفرم بصل جوانح ضيفهم لزيت الزيتون، ورح نرجع نضيف كمان مشاهدينا من الثوم، وأيضا في عندي البندورة، وفي عندي أيضا من البندورة المطحونة كمان عنا عدس، عنا برغل، وأيضا في عنا رز. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. لكن حطينا بصلة، بلشنا بالشوربة، طبق شوربة كتير طيب عم نحضره لحلقتنا لليوم. عندي بصل على النار، رح قلي البصلات لحتى يدبلوا، رح حضر أنا بهالوقت التوم، رح ضيف التوم فوق البصل
وايضا رح نرجع نضيف باقي المكونات. كمان في عندي لاخر فقره من فقرات رشه ملح رح نحضر السلطه الحره. السلطه الحره في عندي بقدونس، في عندي بندوره، في عندي رب البندوره، كمان في عندنا من رب الحر، بالاضافه للملح وللفلفل الاسود، واذا حبيتوا تحطوا كمان شويه نعنع ما عندنا اي مشكله. كان هيدا الطبق رح نحضره باخر فقره. وايضا كمان في عنا وصفه اللي هي الخضار المشويه مع صلصه اللبن كمان مع الخل. الخضار رح نشويها بطوايه طبعا بطريقه كثير سريعه، يعني شغله جديده نحن فينا نحطهم بطوايه، مش ضروري نحطهم بصينيه لنفوتهم على الفرن وبدهم وقت معنا، لا رح نحطهم بالطوايه. ورح نحضر هالصلصه كمان باخر فقره من فقرات رشه ملح. لكن البصله دبلت عندي، رح جيب الثوم، كمان الثوم بهالشكل، رح نفرم الثوم مثل ما شفتوا الثوم عملته اول شيء، معست الثوم بالسكينه ناخذ نكهه كثير طيبه، ورجعت بعد ما معسته بالسكينه فرمته. طيب رح نضيف التومات كمان، نخلطهم البصل مع الثوم لحتى تبلش شوي الثوم تتحمر. رح نضيف البندوره المطحونه، رح نضيف ايضا البندوره، نقطع بندوره مربعات صغيره، عندي العدس جاهز، عندي كمان البرغل، وايضا في عندنا الرز، رح نحط عدس وبرغل، وايضا يعني شوي بدكم تقولوا هالوصفه قريبه لوصفه المخلوطه اللي حضرناها تقريبا من جمعتين انا وياكم، اللي هي شوربة الحبوب اللي حطينا لها كمان عدس، حطينا لها برغل، حطينا لها فاصوليا، حطينا لها حمص، وايضا حطينا مجموعة حبوب بالاضافة للحمة مع البصل، عملنا آلية لحمة وبصل ضفناها فوق، وكنا حاطين كمان بقلبها بصل. لكن مشاهدينا رح خبركم انا بعد شوي بالتفصيل عن هالوصفة وباقي وصفاتنا لليوم. اما هلا بالعودة لك غادة. يعطيك ألف عافية، مرسي شيف. نحن عم نتابع محطتنا التالية فيها أكيد كل النشاطات يلي صارت بالأيام الماضية، رح نكون مع زينة من بعد هالبريك.